بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن قد حجرني في سورة المائدة، وحن كهب ليني حفظنت نفت هي مالك سلامك أو حفظي إيه عدي كحد قدبتاه نفت إيا مالك عقوبة إيا الدون إيا آخر ليرهي لن كده حجرني. مرك الله سبحانه وتعالى وحوليه والسارق والسارقة والسارق توقي أو ننك أها ننك توقى أها إيا والسارقة هوانتي توقت أهي فاقطعوا قوية هداكيين ولاة الأمر تذكي ولاة الأمر تذكي مدحرة أها فاقطعوا قوية أيديهما جعمه ذا قوية وعقوبة أهان أجرى جزاء لأجل جزاء أبا المرين ترتي أيان تقوي نيسان قول أبال مرين أيو فلك حكا وصرقضا وسميي لقى أبال مرين أيو بما كسبا أي بسبب كسبهما كسب كودا أي كسبين سبب سيدنا يعني أبقوي ويان نكالا لأجل نكالي عقوبة درسي أو من الله إليه حق سكأها في أيات أجريتان الأجرينيسان ويا والله أله عزيز اللي يعني عز لهوي أو كأر قدنكره مارتي الدومذي سكوى حمات الإيمان يعني عزيز في انتقامه أرغد شريسة وعصاد أو كأرغتا ألا أود كله كرويا أود كله وي ولب حكيم حكم له وحو أمر يو أما أريب يا الله أما أجدين يو أما أقدر ينا حكم له الله أسوي سبحانه وتعالى. مركا السارق والسارقة حق إعراب أهان أيضا يعني السارق والمبتديستي والسارقة نوكع الصنطهي خبر كي مبتدها خبر كيسة هل كيب ودعيا فلو ماذا لبرع إيبي ليه يعني نحادة لبرع إيبي شيئا قاروا حيليهم ومقدر خبرك وقدرية ماشي وكجرة وكوكرسونية قارنوا حيليهم ما يوا فاقطعوهما فاقطعوا أيديهما بمجيرا هاس ويان بأورني قلوا أورني سوى مقدر وحكم دسيب ويه أي أكم ده يعني وحوليه خبرك وقدرينه وحوي والسارق والسارقة منك توقعها إيها وانك توقتها حكمهما فيما يطلع عليك حكم كذا وامدك اللي يذن قد الأخرين دونه فاقطعوا قوية أيديهما دعمه ونجر سلاسوا أورانا قالوا ماذا كلاسوا أورانا يسمي وفاقطعوه ماذا خبرك اللي قد لغيانا وحكم إذا شيخ اللي رهذا مبرر هي زجاج شيخ اللي رهذا باكم إذا وحيليهم فاقطعوه ماذا خبرك للردية أو السارق والسارقة منك إياها وانك لبدا بتوك سأحايان فاقطعوا أيديهما يعمره ذا قوية لك وحيليهم يعني خبرك وحب تعد اللوغرية فاقطعوا اللوغرية وحيليهم لتضمن المبتدأ معنى الشرط مبتدأ يا وحو قلن سنيا شرط معنه سوكرو قلن سنيا بيدين سلاسة مركة فاعد اللوغرية أي أورانيان ويان
marka labada i'raabood si aan ka dhiganaba laba i'raabood oo wanaagsan weeyaan oo culimaduna ay qabaan weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala markii uu noo soo sheegay xukunka dadka si qulka'a ama jahri'a u dhaco xoolaha dadka muslimka u dhaca xukunka ay leeyihiin oo qutaacu turkiya kaga soo hadalnay إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض مركي ذكا برير أدعى ذكا حوله هذا أما جبكا قد عين كطريقة مركي مسافرين تهد عين أما ذكا مقالب شوكا حد عيني حكمت إليه مركي للوصر الشيقي أي ربي وحوكو حجيي ذاتك سسر أحوالها أحضر وتوقت لي رهضر سقر سودية ذاتك حوالها أقاته أيو ربي سبحانه وتعالى هل كان كذور رمية قال ماذا مركو حيدة هذان وحا الله سبحانه وتعالى هو قب الله بي يعني منك اللي قب الله بي حوين تتسكو حق السارقة ووحا لي إذا السارق مركز هو سارقة اللي قعصي سارقة الهرمريين أو نينكا هوينتا دب لو ديجي في سورة نور مركي اللي جوغانا مركي الزناد اللي قاحب ليو هوينكا الهرمريين وحال إلى الزانية والزاني مركا نينكا دب لو ديجي مركا وحيليين يعني هذا الكاس حوث سينيا وحرق اللو هرمريين هل كان حق سريقة أوتو دا أيضو مركا كأوت بليهين كدير رشدة حق التوغدة يقول لي هي حق التوغني ماذا إني رجو كجبذيهين ضمك إيه كجدارية مركزات عيق اللوجو فرمريين بينما حق سورة النساء سورة النور مركز اللجو الرميو زندا مركز اللجاه الطيو حوينت الفرمريين وحيلين وحلو فرمريين يعني لفرض شهوتهن حوينت شهوته ذبا رج شهوته تكبدن سلاسلت عيق زندا صوب النخضة مركزات عيقن عقوبتي اللوغو فرمريو ليري الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مركز حكمك مركز الشيقي حوالتا الهرمريي حق سريقتنا يتوغلنا حق الرجع يا الهرمريي ليري الله مركز سبحانه وتعالى ناشان وحوكو الشيقي سارق قفك اللي لا توقى يهوالتا توقتا حكمك إليه وآه دعمه بإن لقويه إن قعمها اللي جرب حكم كاس بيليه أرض السريقة محالي لهذا تعريف سيدة السريقة توقع محالي لهذا مصدر كاس محالي لهذا سريقة وحالي لهذا وحالي وحي علماته كل شيء كان اسم الشيء المسروق شيء اللحظة شيء اللحظة مقع أوليه حيب السريقة اللي لهذا وحانا لغت المامات أخذ الشيء في خفية من حفظ معلوم شيء لقاته سكر سوديا الله قاته ما لغو إلى ليه لغو حفظيه اللي يقاننا لغا حضوء لغا مارتي لغا ربحه أي سرقة اللي لها مركا سرقة لتعريفنا سارق مركا سارقا هذا الشيء و الله أوليه يعني قعنتي سحل جرو وكيف سارق كل إرادة علماء ذوي حدية حب الله يلا يعني عد قال عدني وحقار صار دق عمتي إلا جرماه قال حدية حدود بالله يلا وحيكون تعريفيان سارق وحل إرادة البالغ العاقل الذي أخذ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم بدون شف بدون حق ولا شبهة يعني ساسة لها ما في تعريفين أيام وحيلا هذا الغفة سارقة يعني أنتي تلقيني رجل الدمر منكو الدونة هل نغلي وإنه هرت غفة أنجارية لبا وإنه عاقلي هاي وحجرنا هاي وعقل أولية وإلا غفة صبيئة وأنك أنجاري أما مجنونه عن عقل لهين حد لقوه في الماي حيالي مكلف ماء تذكر تكلفة إثارة ساي
ما كمل آه سلاس درسين أي واحد كبين البالغ العاقل ولبا وحوي الذي أخذ مقدارا مخصوصا حد وضوء حبائي حتى يرى واحد أن طلع لك كاتير الذي يقول ماي وإن صار وحلي يراهده أو نصوص أي شيء قدر ليقانه أو حولها كمدة هنا يحضان يعني مقدار مخصوص من المال هنا يحضان ولبا وإنه خفية يهي قرسولي إنه يهي يعني نصاب قوارك دونا وحي نصاب كانت كير ربع دينار ثلاثة دراهم أما عشر دراهم وحي اللي يرهدب يعني وحي كير حدوقك حضائي لبقوا إن ما يجعنك مثل كلام يعني وحي الربا وإنه خفية يهي قرسولي وإنه وحضا وإن شيء قرسولي يهي مال أوليبا حولا الحضائيين إنه محروزيين إلى شيئين حول بنانك اسكي يالو او عيد الى شان ايسا اينين جرين هدو قفك حضو كعانسا بلو قوين مايو حبيب قفك او يعني كوو مارك شايف كدفك كسي بطوبوك وحبو قاتو كلاي شايف كادو احتقاتو او كلاي كوو كعانسا لدي من قوين يعني مختلفة اللي لها ذا ما كميد اها فارغ لما اورناي مركا وانو سكر سودية وحو حضا وانو ماشي اللي محشك ديي مارك اها محشك دسنانا وين وقاتا نذك او كقاتا كرسو بحا نذك وين وسن شبهان كل عين حق ما وسن كل عين مثلا يعني هدونك سيتي سو كر هدو خولي سحبو شبو كلي هدي لي وحبو كيالن كرا انا سغي بابا مالكي كميدا ما كساجرت لغا غوين ماي والد كهدي اولادي صلى الله عليه وسلم شيء وكر قاتان كانت لغوين ماي حيل شبهه شبتو أما حكمه بيالني ذلك هو كلاسك هذا السلح لأنه حوية يعني محالي لهذا يعني هو من كسل أبيه سماعين ويلك هذا أضغى حولها قاته وهذا أضغى هذا ويلك حوله سبع السلح سلح ذلك كان حكمه ليه كان سلقه قوين مايو سرق هذا مركو حالي لهذا تعريف ساسع علماء أسمية وحيحترازات كبه حيرا فإنت هذا أصوش يقني هذا سن عاقل هين او مجنون يهي اما او سري يهي اما او نصاب وحكا يرحضو اما او سي جهري او حقاتي او دفتي وحلا ماذا ايتاي اما او شبهاء اما حق او كله يهي فتاك عمت اللي قوين ماي انت اصدو ليه يهي كعمت اللي قجري ماي مارك وإنو يعني شروطة سي علماء السمايين ان لحلو هيا كعمت اللي قجري فتاسوية وحال إلى أن مقدار كالجدر هي مكوى معه قدر كجعان في الوجوه جينا يحولها أوقاتين ومعي علمذو يعني أعراب شيئا قروا حيليهين وإمام الشافعي إمام مالك كمديهين وحيليهين مارك وإنه ربع دينارية دينار كشيء إلى هذا ذهب كأفر ميلاد مكي لا قيبيه مال كملة وإنه حدا غفص مكو حضا فعنتا قيلين ربع دينار علماء قال كالوحي ليهين ثلاثة دراهم سبح درهم هذا مقدار كذا اما وحق لقماء او كالاو حضاين قعنتا لقى جرية درهم كنوا في الضدر العكس قليل كالين دهدون دينار كنوا ذهب قويا مكو قاتو هيا قعنتا لقى قيلين يا بيليهين سبح درهم وحق لقماء ولذلك وحي ليهين حتى صرفك مركي اللي يرى لبدا واسكو إيماني درهمك دينارك وثلاث دراهم أيهان دينار لأك بينيهم ساسو كلام إجيرا مركو واسكو مدوي ولذلك وحينا دليشانيا حديث إمام مسلم في صحيحه وقوة لنا أيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حويري لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا فك سارق توقى جعنتي سلم الجرو إلا ربع دينار دينار أفر لوقي بي النار كمدة يوشي كبضا مويه سكلة اللوغب وحوش انتا كير لوغ جري ماي ربع دينار وشي كير جعنتي سلم لوقين مايو حديث كاس أيه دليشان أيام وحي كلا دليشان حديث بخاري مسلم مقصدا ترمذي إمام أحمد ابن ماجه كل ورنا حديث ابن عمر
عمر بن عبد الله بن عمر ايا مارك ورينا يا حديث كاسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بوحورنا النبي عليه الصلاه والسلام قطع في مجن ثمنه 3 دراهم نبي جعان اي وحكوكوين بحل قرشانك بحل كليل هذا قرشانك اي ورمع اي سيفتي لسكريتيكو وفي نجيس او سدح درهم يهي من حضي قف حضي اي وقعان تكجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة 3 دراهم هي ربع دينار واسكت اقمان ائمة داس او جمهور الائمة سلاسي قبان وحي ربع دينار اما 3 دراهم هي وحي قد اقمه دو قف حضي قعانتا لقوينيا قعانتا لقجريا بيدي ابو حنيفة إسقى رحمه الله وحوليه لا قطع إلا في 10 دراهم فصاعدة فمن درهم هي وح قطعا قطع حضاء باك عمت لك القوين كرا وحي كهو سيئو قطع حضاء عمت لك مجر يبولي وحونا تليشان إياه إسل حديث كان ابن عمر أولينا يبو حوليه بحل كان جاشان كان لحضي في نهيس 3 دراهم ما هينه وحوها 10 دراهم طبعا درهم بو أهابو غرمي في نهيس عيا طبعا درهم أهاب سلا درتي وحكوها سيئو لما قوين كربو غرمي وحكوها سيئو لما قوين كربو غرمي لكن رأي الجمهور أيا وحو أبداً يهي حديث كاسوغن إنو يهي سلا حديث كبن نسكي سعو يهي 8 3 دراهم أي حديث كبن نسكي سعو يهي ويهي marka saddex dirham ayaa lagu jaraya sidaas ayuu nisaabkaas wixii 3 dirham ama rubuc dinaar ka yar gacanta lagu ma goynayo wixii 3 dirham ama rubuc dinaar ee ka badan ama qiimaha uu dhigmo ayaa qofka gacantiisa lagu goynaya weeyaan waxa soo haray gacanta la goynayo yaani waate xageebaas laga gooyaa إلا إلهي واسكي إطلاق وحويري فاقطعوا أيديكم هذا لي تعمه للقوية بالي مركز عن كيالة جرية من ملك بامس وفره هذا قفك السرقة لأيكو عباته أما إقرار قولي ماذا وصبه قلته أما مرخاتي اللي حرقه لقو مرخاتي كعاين هذه حجرة يكون أقمته كعنت للقوية يتاوي من ملك بامس جرية من سبيل حلالة جرية وفو حقيقة لك جرية كعنت ما مارتي يعني كالدوش على 10 مارت على عمت ماشي اللي دامية لقى جرية محصل كان لقى جرية مقرب كان لقى جوينية كعن اللي انت كان ايه ده هاي حجابا لقى جرية ايضا علماء وحي مجمع كيدي اي سكوة دواء فخصيهين او خلافة او ننكجر كعن اللي جوينية اينا يتهي كعن تنبيدكتا اينا بلحد اهين كعن تنبيدكتا ayaa la jaraya bilixda lama goynaayo waxayna u dalishamayaan qiraa oo qiraa shaad ah oo maaragtay cabdullaahi mas'uud oo akhriyo qiraa ka shaad ka kamida ayaa meesha hadda faqtacu aydiyahuma aan akhrinay wuxu akhrinayaa faqtacu aymaarahuma ayuu akhriyaa qiraadaas waa qiraa shaad wey midigyadoodii gooyay buu akhrinayaa weeyaan marka waxa la goynayo waa gacanta ملك تأهوياً وحل جري لذلك حكاية وحي الشيخان علماته يسوق بورياً من شيخة ومارتي عالمة أيها هذا كهر يعني سبب وعديني ننقى عمت بريح لأيك وعنتهي عمت بريح لأيك وعنيت بيلاك مركزه ضب وعدي وعدي مكو دميان من رجل ماشى فدية دقي سنة يددكي وعدي دقي سنة كمدة أيها وحميري يا فلانه شيخ مكو وعدي إلا ميسي إن وعدك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني ولي وعدي قال ويعجبك ليبني لكن قعدت هذا شكما إجلسي يعني من سوقه قعدت لا يقوينا طيبا نقاتبه لي مركز وحويري حدا السنة فهمي له الأمدين قاعد قران لحي إذا ما شكي سانو يري قعدت لا قوية يتنح لما هي وأمدك تويري قعدت لا ترى أنا يتنح لا الله عيني مركز سوق قال لي ما قوينيني حضر الله جرين ويا مركز قعدت لا قوينا يا هو أمدك تويا أبرح لما حكيبا لقد قوية وحوية علماء ويسكوخ الخلافان لكن جمهور العلماء وحي قبان وحي خلافة يعني وحي وجهة
معها علماء اسكوا خلافته رأي الخوارج في بعض العلماء ومسائل كلية قبطع يا جلته وقار يعني حيليهن خوارج تكرعيه حيليهن قرب كان لك جريه هل كتل يقول يعني من كيف كان لك جريه أرني يعني هو وحق مارك جرى معها ثم علماء كانوا قبطع جلته وحل بينه وأصابعه فرح الله جريه معها قعدت هل كان لك يقول معي ليليه وفرح وحل جريه أيضاً واحد مستند أي هيستان ملها رأي الجمهور مركع علماء أي ودقبان أو أي دليشان أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعل كي سيود دليشان وحيليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرصد أو من يعني وحالي من المفصل حركات أو رصدك وحالي لك عمك أنت على عشر آدم أما عمت اللي يرهده حركات لك جريا مالك لك مقوينة نبي كان سيدة سويالي فعل كي نبي كان سيدة أه عليه الصلاة والسلام أو سميئي ويا مركا وحالي لانا مركين قعنت اللي قويو قعنت مركين لك جرا وحال الرباتوكا مركين قعنت اللي قويو أدى علماء بس وقت كي خريطه وحي ديك كجوجيان وحي قرين وديك قصده وديك بحيو مودي سادعي كرته gacanta markii la gooyo saliidka karaysa ay gacanta u galin jireen si uu u joogsado isagu gubato loo istaajiyo marka waa uu dhigiis in la joojiyo way oo sandiig bixin qofkii fuma gacanta la gooyay waxa uu rabaa luqunta loo suraya gacanta si sameen jireen waa in luqunta loo suraa si inuu suugiyay loo ogaado markiiba ay dadku sajiri ay u qaataan oo laga maartay laga joogsado suugada la iskaga ilaaliyo weeyaan سيدات أيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي أحايد ولذلك أي وحي علماء السوق وريان ننك إلى هذا أبو العلاء المعري وأنه قال نظر من أديبه ولغوية أبو العلاء المعري إلى هذا وحيدها وأنه إن ضوالها عمر اسمه قورسن وأنه متشائم وفلسفة فلسفة إلى هذا تشاؤم إلى هذا وهو البئن لبعض يستقو يعني ما عرفت لحم ساب طلب وقضاء أي أسكق بي marka nin noocaas ah wuxuu rabaa ka sheegi jiray wadabadana sida uu kuna daa adab keenay fi akhsto garanaya wa ku yariyeen dad sunniyiin oo sunnada waafaqsan oo mar dadka shucarada iyo wadabada iyo balana badana wuxuu badanayeen wax maarta nusuus iyo badana koori maad u badanayeen marka abu al-araib mu'arri ayaa baghdad yimid baghdad markuu yimid yaani markaas uu hadal fuqahaadi wuxuu ka maqlay in rubu dinaar loo gooynayo gacanta هذا توق ربع دينار حظا إن جعلت اللي يقولينه ما كاسو تشويش كفره يروح عن واحد الكرمات قبيله مركز تريي سبب تريي اللي قد يدبو الشيخ وحويري يعني قبيله يسعلم أغسوه قوريا وحويري هذا يد بخمسمائين أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لما إلا سقوط له وأن نعود لمولانا من النار بني يعني هذا الكاسوي حوير الجعل ومركي ديو حدي قفك لأوغويو أما ديبو أوغيستو ديانيرو أي شنبقل أو ذهب أي تاي شنبقل ذهب لقد بحيني ما بالها قطعت في ربع دينار وحفهم لا أحوي قراء حالك يدوا معي ربع دينار الله جريا مركي ديال اللي مقادمينا شنبقل مارسي وذهب هي المقادمية مكاسر وتناقض وحس كهر معنا يوي مكاسر إنا كأمسنا مويه وحكرة نوفر المنور وتناقض وكذا أمسنا مركا إلهي محكم ينقلنا النار ساس وكلبني مركا سيقل من نسكت البدل وهايو كان حتى مركو دمنا يوحي علماء ذاك الشيكا مركا تاريخ ذاك الشيكا ينايا وحويرا بيت بو انتقر وحويري بيت بو انتتري يوين مركا انت قبر ليه بيت كاسالو صوفر هلو صخر حويري هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد يعني حويري بيت قبل أن هلو صخر يعني حويري تبقى عند الأنت قول الأنت فقرية وحان كنا ولا أدونك أضيب صوبي وهذا لكن أنا قدرنا ما جنايك دمك ما جنيت لكن ما قول سنة إلمانا مدرين هذا كان قبل أن هلو صخر ذا سيتها مركز لنا شكرا من الله كالإسلاع هذا marka waxay tahay culimadii markuu maqlaybo hadalkii markii culimadii gaaray ayuu array waa baxsaday
مرك الشيخ لي هذا القاضي عبد الوهاب المالكي أي أسواري هو هذا الكاس أو أبو العلاء المعري يريبه كجوابه حويري دعمت حويري لما كانت آمنة كانت ثمينة ولما خانت كانت بويري يعني مركي دعمت دعم آمنة أحيد بويري ويسمى حبه عدين فيما وين بيليه يقول سيدة سركة بهديل قويه بيليه ذا إشان بقول النقون يسابه يري الله بحناه لكن مركي وحيانتي هانك بوير وإهانه ذي إهانه يسابه الخيانة التي من سلاسة الله جريبه مكاتي قبل كثيرين هل بين وحيد هذين عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة تفهم حكمة الباري هذين يعني وحيد هذين عز الأمانة أمانة شرفت ذي يقيمه هذا هي أغلاها كعمت أنقال كثيرين وخمس مئين عشر دين ثلاثة كثيرين شنب قلو ذهب قيمه هذا عز الأمانة بكارتين وأرخصها ذل الخيانة وحرقيس كتجي أولي لروح دينار لاد يعني اللي هو جوي قارتينا خيانة الدول اللي هذا جوي صفهم حكمة الباري اللي بق معرفة خلقي أبوري حكمة يستفهم لي كذا مركا يعني وحويان دعمتها هن لجره أو روح دينار هذا فقط سمي هذا حظ أما ثلاث دراهم أما واحد نجمه إلا الدنيا وشرع إلى إله سبحانه وتعالى ونوجد يسول الله أنه نوع عطيه سكنا جرماها يعني ما رأسي مرة في قارك ودولك المسلمين تمرك إباهد بلن قبطه وإد بلن أودعه وإذاك أي نرشه لبلادين أيان حتى قفك والله فتحه سنوذر حتى قعدت لما قيسدي عمر بن الخطاب وأدوكين عام الرمادة إلى هذا وقتي أبارك أبنك أي صامرتي وحن أنت تدكت من الله أي نور بوحة كرتو فرسو مركا حديحة أو حضر لما استوخلنا يتعاقل لجل ما يمار فرسو كلا نسمين وحق خفيف كاهو اللي تنشروض عن أرقنينة ولو بنية ومارك ولقوقين ما يوحي خفيف كاهو عن قصو حد الجرمية احترازات كده وسواء أرقنينية مركا وصارق توقي هو ننك أها هي وصارقة حوانتي توقب أحي فاقطعوا جرى وقويا أيديهما جعمه ذا جرى وقعن سميدك ذا ماشى الرزق اللي يلاحظه أيار الله جرى ياويا جزاء لأجل جزائر حقول نصبين إن جزاء أنت مفعول له وقول نصبين كرنا لأجل جزائر وقويا أبا المرين برتين وجرى أما إنا كدقنا مصدر مؤكد لفعل محذوف مصدر أو فعل ماشى فقه درن وقوان حوتين ينا وكدقنا كرنايو فجازوهما جزاء من ليرا أبا المريا لبدوبي جزاء أبا المرين أبا المريا بما كسبا بسبب ما كسبا وحي كسبالين سرمتي ذنا وقصنا يؤصر قلي يتوبدي أقوي ويا نكالا النكال العقوبة غير هذا عقوبة رأي نكال لوجيرا نكالا مركا أيضا إنا نكدق أنه بدلا من جزاء جزاء تأتينا كبدل أنه قال لي هذا جزاء بما كسب نكال العقوبة تبتل أقوي عقوبة من الله يعني ما الله سمعي أما إنا نحل أني مكوت مفعول له مما هو جزاء مفعول له قد لقنا هنا كنا سبنا أيضا عرابة وجلتها أنا لاحنا نكال لأجل نكال عقوبة ترتين ومن الله ألا حكي زكاهاتي أقوي جعنك أجربا أرمي ثلاث أيو مارك الله سبحانه وتعالى أيو نبيه مكالا من الله إلهي يعني عقوبة الله حكي سكاها في أقوي والله ألي عزيز ألي يعني مارك في عز لهوي فقالب يعني عزيز في انتقامه بأورنا يا سيد ابن كثير وكلا أردو لشبيس أو عصاد دفع كأردك وألا عزيز وقراء أود لهوي عز أوله حكيم الحكمة له في أمره ونهيه وشرعه وقدره انت بإله سبحانه وتعالى حكمه كله وحفره وحقريبه وحجلينه وحقدره انت بإله سبحانه وتعالى حكمه كله فمن تاب ففكي صور نقضه ففك الله بتاع من بعد ظلمه ظلمه سدر ليه ظلمه هذا حلوجه ده أي اعتداؤه وعمله ما نهى الله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس بالإيران فمن تاب ففي كتوبة كيرا وكسو الله من بعد ظلمه ظلمه سد بدي حدد فيسي أو كحدد بي وحي ربي أو كرري بي أو بعتان كتبت حوله لحظه
لحظة حديثانك وحولها ذلك اللحظات قلت كتوبة كيف وأصلح عمل في سنة حجاجيه وسرقني كهره وحي نفس أي جعلين أو حميدة أها كهره وحي نفسه كره سنة سنة سمايه يعني عمل في سنة حجاجيه فإن الله أله يتوب أقبله كتوب أقبله عليه قفك إله وقل الله رمي وكتوب أقبله محايل إن الله أله غفور أليه دم التاق بذنوي رحيم حريص شب بذنوي أيضا وحين نوشي بيسا قفك هدي أنا لقبن وتوجد عن لغو قبن كفر حدو صوبة كينو قبل القدرة عليه وآيدي على أسومري نوكري إلا الذين تابوا من قبل أن تبدلوا عليه أيضا سوكلاوية انت على لقبن كفر حدو صوبة كينو وعمل كيس او حجاجيو الله كتوب اقبلا مركو كتوب اقبلا يقبل توبته مركو فان الله يتوب علينا علماء قال وحيليهم فلا يعذبه في الاخره الهي كتوب اقبلايو اخره عذاب ما هي مو عذاب هي مالت اخره ساسيني جمهور العلماء مركو حي طبعا وحيليهم يعني حطوا توبتينو الله كتب أقبلي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أبدونك يا الله وحي تحذو ذاها أيو رب كتب أقبلي أما مال كتبك أوقاتي حولها كتبك أوقاتي حق آدمي إيه مرنك مهرايو يعني أه يعني حقوق آدمي ومثلا كمثا إن قطع الله سمعيه دعنتي تلقوني إنه ماركي سوعلي أما بدل كي سوعو كانوا مويه طوبدا أو طوبة كاني كرني ميس عقوبة بني حق بني آدم كابيلي مركا يعني ورأي الجمهور وي جمهور ترأي قاسي قبان جمهور العلماء فسك طوبدي سوى فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أما أموال الناس وحيليهين يعني لا يعني وحويا فلا يسقطوا فلا تسقط التوبة يعني مر ليس توبة حق آدمي مرنا مر دوي وأما حق الآدمي من القطع ورد المال أو بدله فلا تسقط بتوبته أو فلا يسقط بتوبته توبته كل عميسه حقا تقولي وإن جعلت لقوي وإنه مالك سوعلي وإنه بدل كيدي لي ماذا أما أبو حنيفة رحمه الله سبو حوليه مربع هذه قطع اللي سميه قعنتي اللي قوي أو قعنتي سي أي ثلاث نقطية كتع نقطية اللي جري وحويه وحبدلوا إيبايو أم حورا أسوع إلهي منه نجي كبه ورنية مربع هذه قعنتي اللي قوي خلاص وايبه ورنية الله سبحانه وتعالى توبدي سوى أقبلي حق بني آدم كان هل كاسو كل عيابوني حول بلعنة يمجربوني الله سبحانه وتعالى توبدي سوى أقبلي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كي غيره بكجره حديث عائشة رضي الله عنها وحين وشيت إنه النبي فلي فصارق إنه قعدت كالقوي رجي الدمر بق عائشة حيث المانتين حديث في جواد المخزومية أحي يعني مارت أيتري إن قريشا أهمهم شأن المخزومية أهمهم شأن المخزومية جواد المخزومية ذا ريبني مخزوم كدلتي شأن جواد ما مروق لي كبدا صحابي وقت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلتني ما كان وحدي أيا وحى ليري يا نبي الله عليه وقبدا كلا حد ذكره من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كلا حد ذكر رسولك عليه الصلاة والسلام ما كان وحي لهذين ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كلا كتي رنكره أسامة بن زيد ونبي أجعلي حمويه ما قد قال كله رنكر بإلهي أسنى أدرى مركاسة يعني أسامة النبي اللي يمت مركاسة قبضي كلاحظ لي هو رسولك إلهي وقبضها إسكعفي وقعبتها كجري مركتو مني كعبتها كرسي ولقعتي أيو يرها كجري فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهه سواد ورسول ويثبت لي فقال مركاسة حول رسولك عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله عز وجل أسامة ومحبة كشف عيسى حد إلهي حدوده كاملة هي كشف عيسى إن أطاف أدرسه مرض إمامك وقداره وحال ربئنه فليوية
محدود حتى شفاعة هذه يسوك شفاعة أكثر البيش أذبوا نبي وقعروني إلى أسامة وفي إلى هذا وحن كل إرمو يري استغفر لي يا رسول الله رسولك إلهي تنبات إيه ويدي إلهي إنه إذا كلمة إقاد علي مكي كلبك اللي جاريبه النبي مكة خطبة أخرية الله أمانة بما هو أهله أي عروحه ومطناه ربك أمانة مكة أسوله ثم قال أما بعد نبي خطبة سحكويري انت كذب فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والله وإني والذي نصي بيده وإني والذي نصي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها يعني وحوي النبي عليه الصلاة والسلام بس كي غري وحي كهلا كثمين والله كهلا كي كل شريف كاه في مهل مرحضة أي هدو حضائي ويكتب جرين عقوبة كما إن أوه جرين من كل ضعيف كاه في أو حضنا حتى كؤوا في جرين ومعرفة عنك كتبوين جرين فكاسو يقول إلهي ما كنت أرتعليه نفسينا كعنتي سيكوشفتان كنت أرتعيه كبدا إلى فاطمة هي حديئي حده فاطمة بنت محمد حديئي حده وحديئي حده إلا في ماته لقطع صبوه لقطع في يدها كعنتي إذا جرى يا أبو رسولك عليه الصلاة والسلام أيضا قويني هذه لكما مركاسو النبي أمري كبدا كعنتي إلا جرى مركاسا كعنتي لقويني إلى عائشة أي تراهضة كبدا أسمرك ويطوبك أنت إلهينا سبحانه وتعالى ثم يدواء أخبري مركز بعد ما يقول سفي كذب حوية نبي مركز أوتما ذبيتري أي نبي أوتما ذو فحانا هذا يتري فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تيد مركز إلى ذلك نبي أقول بنجرون قاسين جري صلوات الله والسلام عليه مركز بطة هذا توبة كانوا إنه إلهي كتوبة أقبلي سبحانه وتعالى لكن توبة إنيسا حتى علينا إن كان دليل أحوية حديثك قياس السنة يوين مركا الله رسوليه والله عزيز الحكيم فمن تاب قفك التوبة من بعد ظلمه وأصلح عمل في سنة هجاجيه فإن الله يتوب عليه إله إذا كتوب أقبليه إن الله غفور أليه الذنب الداف بذنوه الله سبحانه وتعالى يعني كثير المغفرة الذنب الداف يسمده بذنيه رحيم حدنا مبارك في الرحمة نحريس كان منكم حيث يراضيه هذا هو حيث يروي الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير ألم تعلم نيانة أغين أيها المخاطب فكر للاحظ ليوم يعني خطابك حلو جيدا لكل من يتأتى منه الخطاب بيدا عذك الصعى إلا لاحظ الله إسور قلتها وإنسان كم إذا بعلى لاحظ لي ألم تعلم نيانة أغين أن الله أله له إنه ليه ملك السماوات والأرض سمضاها في أرضها تصرف كوني إمام الكودة إنه الله ليه نيانة علم قرحين يعذب الله عذابا من يشاوحك دونه عذاب ويغفر إلى الله وطافا لمن يشاوحك دونه وأطافا يوم عذابه أو جنة ياويا والله أله قدير أله كروي على كل شيء شيء كله الله في أوضه أو كروية مركا آيات أن تذكر سن أيام لو شيء إنه رب سبحانه وتعالى كون كان أسجلي يهي مالك يدي أو يهي الله قد تصرف أو ما مش أو يهي وحي أو حكمنا لا معقب لحكمه وهو فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني الله سبحانه وتعالى وقو دونه أي صمية لمن ويديني مكوى مالك يلي أطلع أسكره ولذلك الوحيد هذان يعذب من يشاء تعذيبك عذاب كبه وحال غسر فرمريه المغفرة ويغفر لمن يشاء لدبا الله دي مغفرة دي أو تنبداك أحي بل دبا مريه عذابك هي تعذيب كبه لسوهر مريه محايا للسياق اللفتي سعيرها يكون سعدان بابا وحيد كسعدي مركا فناسبا ذلك التقديم وحيل مناسب وحوى إلا صوفر مريض فاسا ماشي ما دام وحيد يبودي يتهديد أي شيء على كل صوفر مريض مناسبة أياك ينتبه إليه لأجل الزجر من اللوجه يدوري على تعلم نيانة أغين أما الضبو ميدنا كور قريم يدنا أغين أن الله أعلم له ملك السماوات والأرض
سماوات في أرضها تصرف كوده بقرتو يده مامر كوده إنه ليه نيادنا العلم ولا حيادنا الأولين يعذبه هو عذاب الله من يشاء وذاتك أمر كيس قادم وايه وذاتك حدوده سهدمه رب الدقائي طلابه ذاتك إله هو عذابه مش الآن يتقفك كل عضب أيون عذابه ويغفر إلى الله دافا لمن يشاء عدو دوننا الله سبحانه وتعالى ودافا وياه مركا تعذيبك وحال إله ذا هو الموكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا هو عذابه مش أبي سرع كل عضو عذابه صدق الهصو عدا بأدافا ينا وموكول إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا مشيئة الإلهي بالله صلى صارني وماركي لسين ياويا مركا عيدا سحي أطهي يعني أغو إلهي ركون كان لي عدو دوننا وعذابك عدو دوننا وعذابك أغو حتى أمر في سديده وعذابه هذا أمر في سقالة وقود ذاك هذا الكاتب كجروية مركا أرنتان وتوغا حكم كيسا حكم كإلهي سبحانه وتعالى سارق يسارق دوا سرى سويا وأنا عديه يعني ما أردتني وحال هذا و يعني لا شك في ثبوته ولا في دلالته مسكان إن عقوبة توغا كعمت إن لقدراه أي ثاي وحويان وحشكيو سبناشيه تكجر لما أركو تستان كيس أرنك حكمك أو كتوسيان وحكجر لما أركو وحكا لكسو حضرني حكمك النبي عليه الصلاة والسلام أوفو ليي أمرك إلهي سبحانه وتعالى وآه يعني مارتي قعنتي إنو قويي الله سبحانه أطيعي ردي دمر بأوك قويي أرنك أمركو حضر قيسا مانتا سلن كان أنا قام هذا جوغنو وحلو يقانا إن دعمت اللقوية جريمة لقديا وجريمة يعني لا يبتكر بها جريمة عن مرن الرطافين قال هذا أعداء الإسلام أي كدقان جريمة وين أي كدقان وحي قتل ما من قاركوت إنو ياي يعني الشيء حكم قاسئه قللا أو أبج إنو ياي أي قال هذا قتل ما من قال الرعي هو قال هذا الرعو oo ayaga saqafadoodii soo caday oo soo tarbiyeysteen sidaas oo kale bay ayaguna leeyihiin ay muslimiinta dhexdooda ku faafinayaan xukun aad u adag weeye oo qasi ah oo aan madaniyada hadda jirta iyo xabaarada jirtaahi aanu la socon karin bal qarkood waxay leeyihiin qawaaniintaas in gacmaha la gooyo lugaha la jara waa qaanuunul ghaab ay oranayaan saas kale ku tilmaamay qaanuunul ghaab waxa la yiraahdaa xayawaanka muftariska huduurka ku jiro يعني سيوك الحب بنيهين ويسامة سباحة وحوك حب بنيهين دقاك انتي سكالي وغارتا وغارتا سوال اسكعنا حين ادو ذي سئي قابلك تحينها ايه يوحكي لجنة اسكرك حيني زلمار قابقا سوك الله بكوت المامي لك ارن كاس وارن رنتي مارك في هذه اعدادك مسلمين تامرك الاستعمار صدي بلاد وذين لقميجتي ثقافة غربية أحيد لقباري أي لجهران ذكى معركة جديدا يعني كتاقا كإلهي كتاكي سئل لقودك مديدا وحي لجهران جديدا ذو ذا أهوية قالنا أسو يرسي أسو اللقنتي أرنتاسي ويا مركا وحي كبدل الحكم كإلهي ونسكا قاطعة اللي كانوا أي وحي لي مادين يعني حكم ومجرم أه وملعون وثنئة أي أكينين أو أه إن حبس اللي قبضره يعني ذكر كعمتان بحالي بني آدم ماذا كبحثنتاش سلا دبت قفكين كعمتان اللي قلقوا إياه وإن لا حبس بينيين حبس لا تلق اليوم المهم إنت سأرون بأرمي يا فصع ضومضا يا أبو ري حشو ديننا ضومضا يا أبو ري الله أسقى نقبض يؤو يقان خلق جيس أسقى كرمي وحو الله أجلي إيا قف بني آدم oo aqligiisa uu gaaban yahay cilmigiisa uu gaaban yahay darbiga waxa ka dambeeya aanan arki kareynin laba shay oo isgarab dhigi kara imaan marka in la yiraahdo tii ilaahayna wa allah uulaha xukumkiisana waa qaanuunul ghaab la yiraahdo ama waa xukum qaasiya wey waa xukum aan madaniyada iyo reermagaalnimada aan la socon karaynin wey in la yiraahda waxay keenaysaa yacni ridda keenaysaa qofka hadduu muslima ah xataa ina gaallamo ku keentaa la arkaa wey ولذلك أي وحي إليه وإلا حدثه حضر أزقرب نقنو إن قفك اللحادثه إيا إن قعمتها لقويا
كيبا أمد أرحى بدا يعني مكا عبيس ويديسو من كان مركي قعنت هل قعن لقويو أو لأبي هاي قفكي توغا قعنت انت لقويو قارت الله وحرايو أو أمد تحني لأي أركيان وحد بادية قفك حوليهيسا وأوبد بادية حوليهيسا وأوبد بادية أمان كيبا بغني أمان كأيا بغني الهلية لا وحال بعيسو هدي حكمك إلهي لفليو سلو يهلو فليا إلا وايرا سوق حضر إلا واي سلا بلادة مثلا سميسو وكالتات سعود وكالتو نكي قعمت حضايا نكي وحضايا قعمت كترا وقال لكو حكم كان لكو فيها ولذلك وحي قال ديسي تكامل الذي وفران إلي مزاج فيك آذان سكتو تكالا من طابك رأسنجي سو مجد أماني كهلا انت عيرت أماني كهلا حكم في إلهي لفليي أي أمان كهلا ما أنت عمل أقول كان جوجنا حتى مجال ذلك أنا كسر خبر أما ترك كنا لنا كورا ما يقع يعني سجون في بعض سن حبسية في بعض سن حبس لا تبع أبيه إلى الله الله حبسه حكم في إله مركل لجتبه توجدي تراذه دي بس سجون في حبسية بقلال كنا يجسته بقلال كنا توجك لي وحرا أيا وضوابنا كبر حلو ولما ما شاءت تعليم كبرنا يا فنون وحق الجرا جرائمك يتوجد إيقاف كلا فقال الله وحصل على الخو كريا مركز ماشى علمي لأنه والله قصة تعليم يايو توجد عصب وكبرنا ميزانية نسأكوب حيصة ميزانية كوب حرفي ما قوي يعني أنت أذكر بالله قرأت كتير غير هذا يعني ما أرد أيه برشين ماشى الغسينة يا هل كاس الله وهي دولة دي مثل ميزانية كوب حيصة فهذا ترى بدنا وضع بخار بدنا ما كوب حي سو مجيد جرائم كلا قصة برنايا وحكمنا مثلا هذا كارو أدوثين سنة كهر نيا ماغن يا جرنا لذي كين نروبي قريين كينيا من معركة فنك دعي فات أركام أرجيني فنك بو دعي ننكي مركة كاميرا أدوثي كاميرا ذي بان ننكي قبطي أو فنك دعي وصلنا يروبي تحلي ذوي ننكي مركة أسكرتي كاميرا ذي لوكي ننكي كاميرا ذي ويكرتي خير أور ننكا وانا قانا سكرت الحرفي أو التقييمي فحيري من كان شاركو كجيرو وحيري شل سنة الحكومة من حبس كجيرو وشل سنة كحكومة وانسان الصوصارو انت اخترت مايو او وحدة او ايها دنال حبس ميسو كنو قرى فقال صلى الله قلت لكي سو حبس ميسو كنو حجيرو نك محبوط عاي حبس لو اذن اللقو علي يا مؤامرة لا تحكيه وقصو برس حبس وقات عبر مايو وعلمي قاب يعني من حب حبسا او شل سنة كحكومة او سلح كنو قدمات ايا انت مقالب الناس ودائيه وحد عوضة حدنا حتى يزلوا علناي مركة فنون او معرفة اجرامي او اديات قليلته ايا رجل صبرناي كان كالوادو في انقفك قول بيسو سلمان كويل حتى وقالت الناقة تكامل ايو معرفة يساوحة واي بفيرية هتيلك ايو تكامل ان حلات مال هفتيلات قليل ما قطر ايو ما قطع الباب قسمي خرش كوبا عكيري ما قطع كوبا انت صبرا كل حد التنين كي مالير كي خدرجي قاعد مالير كعنك الذي يتغب بنانا معك ودي بيساسنا كودي بي اما دردوه لكن حتي حرقف اما اللي بتسوق عنك اللي يقويه سوق انا بنانا يكون نسال الله وما دنوا الراحة يسال الله يقويه مارك الهي حكم فيك هي شرع الاسلام لقيت ليلة وشيء اذو ونسوه ودفت المسلمين مارك كل اقمان هي كل بادية نفسه ذي مالكه ذي عرضه ذي باوض بادية marka inaan aragno aan raahno la buunbuuniyo la yiraahdo gacan baa la gooyay xuquuqul insaanka meel looga dhacay xuquuqul insaan waxa meel uga dhacay ninkaan intaas jareemada ku bedelay xuquuqul insaanka meel uga dhacay maxay intaas xoolaha inuu baabasho dadkeenu u dhamaadaan isaga ka shaqeeyay oo raal ka noqday weeyeen marka inay muslimiinta aad ugu baraarugaan waa raxma xuquuqka ilaahi oo la fuliyo waa raxmad weeyeen يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسول رسول في يعني الرسول كالنبي الله محمد نبي لنا الله عليه الصلاة والسلام لا يحزنك ييسنكم رجلني الذين كوي يسارعون تكدغيوا في الكفر قال لماذا كنت تدقيه يين مرق لني ومن الذين قوي قالوا يري آمنا ورمينا الله رسول كيسا بأفواههم أففيالك وذكير ولم تؤمن أيمن رمين
قلوبهم لا بهود أين الرمين أيضا قلبه وضع أسن إيمان كريم حق كير آمنا ومنافقين تيويا كوا وكفر وكدك دقيا لينكم رجلين ومن الذين كوي كمتا هادوا يهودوبي ويهود أها أيضا وكفر وكدك دقيا دقدك وكفر وكدك دقيا يوسكم رجلين سماعونا كوا أقبلت بذنوي يعني معرفة من كذب بينتك وأقبلت بدن ويان بينتك كلامك بينتك وحبك جنين أي أقبل أجهين أي مقل أجهين سماعونا هو مقلت بدن وي أو أقبلت بدن يعني منك عليك مقليا ويان لقوم آخرين تكر بين ورق قاليان أو أمقليان وي لقوم ذات آخرين كذلك كو أمك لدبنا ويا كو لم يأتوك أرجع أنا كو إيمان ورك أرجع إكاق هذا وحي أقاذان تكر أو عن مجلس كذا إيمانين أي ورك أجيليان ويا يحرفون ويدوريان أو ويبدلان الكلمة أي كلام الله الله هذا الكيسة أو ثورات تحديد كسبنا أي بدلان دوريا من بعض مواضعه بوسس في سجلاش هذا أي بدلان بوس في الله أوضغي ملا نحين أي كبدلان أي معرفة كسبنا كتحريفيا ويا بيرا يقولون وحي أرميا إن أوتيتم هذه الذين لي مادوا هذا متك المحرك أهو وكان لبدلي هذين الذين لي مادوا إن أوتيتم هذا متكان محرفك أو لبدلي لدوريي أو كلام إلهي لبدلي هذا متكان هذين الذين لي مادوا أو محمد أوذين فتواضوا سدى أوذين جوابا فخذوه وركع ثقات وإن لم تؤتوه هذين الذين لي مادوا و محمد أوذين فتوضه مثل محرق أهل الدوري حضر عن هاي مرق أوذين فتوضه أوذين جوابا فاحذروا كالدكتونات سكيلانية حقاغنين وركيسا ومن يريد الله الله قفك أوضانه فتنته باديين تيس قفك أوربطانا فلن تملك هيري ميزي له أحد كاتي من الله ألا حقيسا شيئا محبوب هيري ميزي وحدايه أدو هيري كفتو أنوها أما أتكعلم كرتبالي لا يفتن ماذا لما أركويا وما أولي كرتدوي أولئك تبكى وصفضا حمحم كسفوبي وكفر بكتك دقاهي ويهودي المنافقين تيه الذين كويوي لم يرد الله الله أو نندون أن يطهر إنه طهر قلوبهم لا توضع إنه طهر أو يعني رجسك النفاق يكفرك إنه كطهره ذلك أسرد بدون أي قواس وقوة وياه لهم وحيليهين في الدنيا أدونك دحنيسا خزي ذل يفضيع أي كليهين ولهم وحيليهين في الآخرة قيامة مرتلة تقانا ما لنت قيامها عذاب 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 عظيم أوين أي ألأكس كليهين أيضا وحوي نبينا عليه الصلاة والسلام ما دام أو خلقك هداية لك على هنون أو لك على هنون كاسن أو كد ذلك جري إن ذاتك خيرك ولقاتان أو آدك على وقفك يعني معرف إسلامك كلابت أما منافق أما ردوب أما يهودك أو كحمان جري قال لماذا أو كل مني با الله تكبه جري يعني ما عرفي كفضوا دين يا ولليه نفتادها تبين بالو أرمي بطكات أو شرط إيه كفر يكودك دقي يعني ما عرفيها كم رقولين بالو أرمي أيضا مركز سببت يكسو دكتي مفسرين تو لبا سببات بويشيغان لبا سببات بويشيغان سيد ابن كثير وغيره ورين أيام وحيكسوا بالتالي إليهين يعني الضد يهود كمدا قاد ديلي قف اسكد ديلي يعني يهود يبا تحلو دو حيث اسكد ديلي ضد با اسكد ديلي مركزين وحي الهدين
يعني وحي أغايين والمي غريته قصاص بي قريب نحضر ذي مركة وحي كثمين يعني سلاء مارت هرقو صومرني سورة العمران هرقو صومرني يعني ننكر مارتي نظرقه فالنظير كترسن كديا معها ننكر مارت بني قريضة كترسن كديا معها حال النظير كأي حوق بدنا ريب النظير أي أود لها مركة كديا ما إلنا هين marka labaad ninka nadiiriga hadii uu dilo nin maartay erafani qureyda ah uu dilo looma qisaasi jirna diye bismillah qisaas ma oqare baynama kan quradiga ah erafani qureyda ka tirsan hadii uu dilo nin nadiir iyo erafani nadiir ka tirsan loo qisaasay isku diira ma inaanahay markaasay yaani qisaas inta iska wareejiyeen ay diye ka dhigteen markaasay waxay yiraahdeen taaalo hatta natahakama ila muhammadin لكن ينكي مركي اسكت دليل عن محمد بحكم تمنى حكم كعنو الدونان فإن حكم بالدية فاقبلوه هدول دية دي حكمه قاتا وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه بيدين هدول قصاصي قصنا هلوزلوا أو لي ما يدنا يعني ما عرفي هم أغلنين وركي سبكو يراني مركي وحي بدلين حكم في إلهي الله وقصاص تعها أي بدلين أي دية كليكو بدلين كعكات السنة القصاص في ماشي كثيرة هذا وحي الهدان مفسرينته يعني ويش هيجان معناها أخوات صدق كوباد وآيات اللي يكسروا بكتين هي أورانايا وحتى ابن كثير رحمه الله مركز وقولي وحولي سيدة صحيحة وحي يكسروا بكتين من يهوات أو يهود كاملة أو اسكزينيستي زينو ولبقى يقول لك أحصوا مري لبدو ذا أي زنا كذا أي زنا كذا عادي. مركا أول نمرق وديه خير أي زنا ذا كتاب التوراتها قط كذاني مفصل كلي رادة قط مكح صامري هذي أول زنا يسلو كتاب التوراتها وحكتي لي إن رجم الوجود له تجح الوجود له أصلا أول إنسان تجح الوجود له أيه فخرني. مركا شيء تبتلين أيه وحي كتلين يعني وحلي رادة. يعني وحل إلى التحميم والجلد مجدد تسميد الوجه وجهه ولا مذوذيه وقفك وجهه منك ناس وجهه وحمده ولا قمرني تحميم إلى تسميد الوجه وعلى كراعية أو مارت بقول شيء ذا لغدفا هذا الكاب وحل إلى هذا والقدر يجري وقف يعني مارت الدمير إن انتلى صاره يعني مارت قرار له سوشيريه سمير كأيضا مطلوبة سمير في ناسين دمير بالساري ميشين دمير بالساري حق دمير كقول في سلو ميشي يدين ايه سينتي سحق يدبا ميشي يدين ايه دمير كحق يسا اما كانت عمقالة بقصو وريجين ايه تاسو كوبا دليل بركة بقصو وريجين ايه تاسو كوبا دليل مركة ارين تاس مركة مركة اي دعدي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه وحي الهدين مادام ايسا سمين جنين وحي الهدين تعالوا نتحاكم الى محمد محمد أنا حكم ثني لبلا الزنا لبلا الخزنة يدري الحكم كان ويدينا مكانه أي قد أحلوا الإسفاري مركز وحيد هذا فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه هذو إدين فتوى هذو إدين جوابه حكمه إلا كراعه وبقول شيء هذا بقول نفتا وجه الله مدر بيه سلا إليك قبتين هذو إدين شيره قاتب إيلا وحانا تبقى واجعلوه حجة بينكم وبين الله محايل النبي إله النبي إذا كم إلى أرثنا حكومي ونقول راعي مرك حجة إله أتسينا إذا كان نقطه وقلت لك محمد تأوي دي بإله لكن وإن حكم بالرجم تجح إن قلت لها دون نوم محمد حكمية فلا تتبعوه في ذلك فقل راعي لنا بإله مركز يا النبي يلي هذا الكاسير هذا مركز آيدا لسود التي يعني ما رتي الله سود جي آيدا سبيلي أرنكات مركز يعني واحد تصين أيه حديث هذا تربنا أو مثلا إمام مالك وكله صاري حديث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أو إمام البخاري وإمام مسلم لفظي ولي صاري ويد عظيم صورت حديث كاسوحو تلمامي يعني أولي عبد الله بن عمر وحوليه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بأن نبي أوتني فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا وحيث أشياء من يهوان أو يهودي كمدا إلا إسكزنا يستين أي أشياء
مركاسو فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال مركو فوكيري ما تجدون في التوراة في شأن الرجم يعني محاك هنا إيسان توراة كمجر تنية رجم ينو طيح إنه قدلون نياد من التوراة كهي لينين بولي فتاك إن التوراة كمجر تنية بولي الرجم تقع إنه قدلون مركاسي محاك هنا إيسان بولي ويدية مركاسي وحيي لهذين نفضحهم يعني بتسويد الوجه والإرخاء يعني واخذ حينايو وجهنا وأمضوا بينا دمير كرواسارنا ويجلدون فجح أوان لك الباشامي ده النار جذر بالوقراء ثلاثا طورتكو هلينا نبي مكة وحولي رواية سلاله رواية مالك عبد الله بن عبد بن سلام أي أنه قال لك يوغي عليه الصلاة والسلام ولفد يو مسلم مكاسة عبد الله بن سلام من أحبار اليهود مكملة يهود علماء يلي صلت وعطيب مكملة وحكوية كذبتم إن فيها الرجم بني ثورات وحكوزره لبدا حتى ينكح رؤوس ومرين منك يا وين اسكذنا إستاء انت قلت له قدي ليه هيا كتابك ثورات وكتاله مركاسة وحي لي مادين كتابك ثورات لكيني وين لك لبحيي مركاسة من أيها كمدة هيا لي بأخر وعلماء ذلك كمدة مركاسة ماشي الرجم لكتي لي بوق عمتي تساري فوضع أحدهم يده على آية الرجم آية الرجم لا أحيب بوق عمتي تساري أو تشك تساري مركاسة فقرأ ما قبلها وما بعدها مش يكون الرئيين هو أخريين وحتى تنبيسان هو أخريين مركو أخريين أو رجم ماشي لقواي هيا عبد الله بن سلام وحقيري ترفع يدك مني تعطى لك قد ماشي كويس مركاسة فرفع يده جعلت يسوع ماشى كقاضي فإذا فيها آية الرجم ماشى صابوحا قلت الله آية الرجم هي كقرن مركاسة وحيدا صدق يا محمد رمضوا شيئا إذا فيها الرجم رجم ما فجر إن تقح لقدره مركاسة النبي فأمر عيما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم صاصوا قرن يا عبد الله بن عمر والنبي هو أمر إن تقح لقدره مركاسة تقح لقدره لبدي يهوديين كاها مركاسة ولي عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يطيها الحجارة وحان أركيب ورمينك يضبطي كفر وطلح كعلنا يطلح اللبوتوري يعني هو أنتي مارك اسكجل لي غير أيان أركيب ولي إيمان مركة وحيت السنة إساء يعني آيات يعني مارك إن آيات سنة ابن كثير أولي هاي إن آيات ثورت الكسر دكتي أيتهاي زندات أو الرجم لآية الرجم لآية قرية أي لوجه ذا تاسوه يا مبدأ أماركتي ابن كثير وكورمه يا أيها الرسول رسولك أو نبي الله محمد هايو رسولك على الله حبلي لا يحزنك يوسف مرد جلمين مركا قراءة الجمهور ويحزنك الإلهي يأذو الله كرده يعني ماركتي زايد أول لقضه زايد أول لقضه يحزنك الإلهي وقراءة الجمهور نافع كله أيوه أخريا لا يحزنك بو أخريا يأذو الله كذو زايد الله أصلك أيوه أخريا نافع لكن لبضب عداد يحزنك ترى من أحزن بكتمد فعلك وارضاعي يحزنك داخل عدن من حدنا بكتمد فعلك وثلاث أمويا مركواسكم معنا أمويا لا يحزنك يوسنكم رجلين يينكم رجلين الذين كو يسارعون دقدقين في الكفر قال لماذا كو دقدقين مكا قال فصري يي من كوان قال لماذا كدغدغي او نبي جنا او لرب خير كي ايمانك او لدونيو او كمرغونيو كفغي كدغدغيان واكو من الذين كوي قالوا يري امننا الله يرسل كيسان رميني بافواههم حفيالكو ذكيري اكو ذكيري ولم تؤمن اينا رمين قلوبهم لا بدون اينا اينا رمينن قلب النفاق كفر او وجره قلبي الكفار كين لكن أفكك إسلامين وظاهر كشكتين مركو وهؤلاء هم المنافقون ومنافقين سوي لأن كفر بقرسانيا إيمان وظاهر سنيا إسلام وظاهر سنيا ومن الذين كوي كمدا هادوا يهودوي ويهودي ويا مركا لبادا سنفي ومنافقين تي يهودوه قال لماذا كدك دقا كدك دقيت هذا كفر كدك دقيان يينكم رجلين بعد لي لبادوا دي ومركا حدنا ربي كورنا سماعون هو أقبل بدنوي للكذب بينتك هو أقبل بدنوي يعني هذا وحلو جدا سماع هل كان وحلو جدا والاستجابة والقبول بالإيران أقبلت بالإيران سيدا مثلا قفك مصلي قال مركو تكني
وركوعه وكسر كرن وضم حميرا سمع الله لمن حمد سميرا الله صفك مارتي أمانه وأقبل سماه وأقبل إجابه واستجابه مركة تاسع لوجيه سماعونك وأقبلت بدنه للكذب بانت أي أقبلت بدنه وذكر يعني مارك الرؤساء ذا مرحل ذا أي بانت أي شيغان بيقول تكرار عيان رؤساء الضلال أي وكو ذا مقلان وين سماعونك ومقلت بدن وين وأجيبت بدن وأقبل بدن وين لقوم آخرين فذكر أي أقبل بدن يعني النبي هذا في ماشي كأقبل لها عيان كما أقبلانه يعني وحي كأقبلان ذكر كواسو لم يأتوك أليك عن المجلس كار إيمان النبي الله محمد أليك كوا يهودا أو باطل كوذا كما رحتاجي ومجالس تار آمينين أي يور كوذا أمقلان كاغن أمقلان أما إن لي يرهدو يعني سماعون منك لأجل قومي كوا مقلد بذن ويورك كاك هذا أليك ورك كاك هذا يقاضي لأجل قوم آخرين تذكر الدرس بورك أنت أقاذان بالجارسيان كواسو لم يأتوك أليك عنا كو إيمانين ومجلس كان عنا كسوق القليل ويل يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه يحرفون ويدورين أيام أو ويبدلان الكلمة كلمة وحال إلى إن بدنا صبرنا وكلام الله بلوجينا يعني كلام الله يبدلان ألا هذا الكيسي يبدلان ويدوريان أو وحي تأويليان يعني يتأولون كلام الله على غير تأويله تفسير كيس تفسير عن هين أي سيان ويان من بعد مواضعه بوسط كيس يعني كذب أي تحريفيان التي وضعه الله فيها بوس الله أو دجي أي أنت كبدلان معنيه أو لا توريديان أي معنى كليس أبدلان أو جيكور أي كريم دين مركوا تاس ويان يقولون هذا المركي النبي إيما دين أي فتورة كالرادين يعني جواب أي كدون أي فرب النوح كايون أي يقولون يهودي وحيليه إن أوتيتم هذين لئذين لي ماذا هذا وركا كلام كان محرف إشارة وحن علم الكلام المحرف المبدل الذي هو الجلد والتحميم كاسا لوجيلا يعني هذو إذين لي ماذا هذين لئذين لي ماذا هذا وركا وآه لبدا جنيسة إلى من الرجمين وجب الله مدور بأيه لنا قراعه لكرباشه حبا وركا إذين كان محرف كي فخذوه قاتل الله محمد كأخبره وإن لم تؤتوه هذين قدان الله إذين لإيمان وآه يعني حضر في حقها أو رجم لها أو إذين شاقويا يعني حقي هذو إذين شاقنا فاحذروا كدكتون هذا وركا النبي الله محمد قولا هأقبلينينا فتوليسا أي لنينا مرحب الرجل إذين شيء ساسي معرفي أي أرانا يام وتحريف في كلامك مبدل كأهاية إلهي كلامك سؤال بدلي أي الرادق يدين ويام وإن لم تتوقع فاحذروا يعني حق حدو إذيني ما رأى أكبر منه ساسي الله شيء ذا ويام مركا الله سبحانه وتعالى مركو ذكا كشكيي وحير ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يريد الله الله قفك أو دونه فتنته الفتنة هنا وحاله جيدة عليه الضلال بابه يباله جيدة ومن يريد الله قفك الله دونه فتنته بابه يتقفك رب دونه إنه بابه يا إلهي أو دونه فلن تملك علي النبي الله محمد ملك ما يجده ما أرانا يجده واحد كاتي من الله ألا حدي شيء وحبك ما أرانا كريسي واحد ألا حدي تكمل كين كرتو لما أرقى يعني بالي لي بالا كدف إن كريني نهر من كرتدوية يعني ومن يضل الله فلن تجد له ولي مرشدة سمعين ادهنوا نتمجر يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اتأت هداية أمل كي كرتاد اتأوا الربع باديين أيهم أدل ما هنو ننكرتد ما عرفتي نبي الله محمد وطاوية مكا عيدا أنا عبد الحي لم يتعي عيدا أن قصة مرنا في سورة آل عمران أي لم يتعي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يعني تاسي لم يتعيوية كتاب إله إلا هو ياري وكجيستان مكاسي باطل كوري محرف كعير رسدان ويا أولئك ذكر تشاردوا حنو علنينا من تقدم ذكرهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم
ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا كوا قال لماذا كنت دقية مرافقين في يهود أحياء لو علم أولئك كوافي الذين كويوي لم يرد الله ألا أولن دونهم أن يطهر إنه طهره قلوبهم لا تود إنه طهره وكفر النفاق أو كطهره ذكوا سندونهم وي الله سبحانه وتعالى إلهي مدوني إنه طهره اللهم وحيدين في الدنيا أدونك دحديثة خزي فوق ذي كليه خزيك حلوة ترسو مرني الذل والفضيحة بالإله ذاوية وفضيحة هي عار هي ذل أيا الإله ذل من إله أتيس كليه أدونك أيها ذليلين بين نورانيا اللهم وحيدين في الدنيا أدونك دحديثة خزي ذل من كليه فضيحة ورهم وحيدين في الآخرة آخر مكة للتقنى عذاب عذاب إليهم عذاب عظيم مدوينة أي الله أكتس كليه وانارتي إلهي عذاب في سئة هاولي والله سبحانه وتعالى عليك.